سبع قواعد بسيطة في السباحة من شأنها أن تنقذ حياتك. دعنا نتخيل هذا الموقف. أنت تنظر إلى صور صديقك الذي عاد لتوه من إجازة في البحر. بماذا تشعر؟ الغيرة؟ لا، الخوف. إذا كان الخوف هو إجابتك فأنت في الوضع ذاته لبعض المشاهير مثل كارمن إلكترا، سنوب دوغ، ساندرا بولوك، وريتشارد برانسون. فهؤلاء جميعا يخافون من الماء، وقد يتطور هذا الأمر ليصبح مشكلة كبيرة. إذا لم يكن لديك الكثير من الثقة في مهاراتك في السباحة، نقدم لك دليلنا السهل والعملي والذي سيساعدك على الشعور كسمكة في الماء. يمكنك القيام بذلك، فكل ما يتطلبه الأمر بذل بعض الجهد. في نهاية الفيديو سيكون هناك مكافأة صغيرة قد تنقذ حياتك يوما ما. رقم 1، التغلب على الخوف. الخوف أحد أكبر العقبات التي يجب على الناس التغلب عليها أثناء تعلم السباحة. قد تفاجأ إذا علمت أن 60% من الأمريكيين يخافون من المياه العميقة، و45 يخافون من كون رؤوسهم تحت الماء. للتعامل مع هذا الخوف وإثبات شجاعتك للعالم، هناك تقنية بسيطة يمكنك القيام بها. تنفس كمية كافية من الهواء، وخذ وضعيات مختلفة، وحاول أن تشعر كيف يقوم الماء برفع جسمك إلى السطح. ولكن لا تنسى أن عمق الماء لا ينبغي أن يكون أكثر من متر أو متر ونصف. خطوة واحدة في كل مرة. رقم 2، تعلم التنفس أثناء السباحة. تدرك الآن مدى أهمية الطريقة التي تتنفس بها أثناء السباحة. الخطوة المنطقية التالية هي تعلم كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة، وهي الاستنشاق من خلال الفم عندما تكون فوق الماء، والزفير من خلال الأنف أو الفم عندما تكون تحت الماء. حاول أن تخلق إيقاعا متوازنا. تدرب أيضا على حبس أنفاسك، فأنت لا تعلم متى ستحتاج للقيام بذلك. رقم 3، تكوين صداقة مع الماء. إذا كنت تتصور الماء على أنه شيء معاد وخطير، فينبغي عليك تغيير موقفك. تخيل أن الماء صديق جيد يعتني بأصدقائه، ولين ومسل. حاول أن تشعر كيف يرفعك الماء بدعم وزنك وتحريكك ببطء كما لو كنت في أرجوحة كبيرة. يمكنك أيضا الاستلقاء من الأمام وارتداء النظارات الواقية من الماء مع التأكد من تثبيتها ومشاهدة الحياة داخل الماء. ستساعدك هذه الطريقة على الشعور بثقة أكبر في الماء، حيث أن التركيز على العالم السفلي تحت الماء سوف يحول انتباهك ويساعدك على الاسترخاء. رقم 4، تعلم كيفية استخدام ساقيك. إذا تمكنت من إتقان جميع هذه التمارين، فقد حان الوقت للبدء في السباحة نفسها. أولاً وقبل كل شيء، ستحتاج إلى تعلم كيفية استخدام ساقيك. يسمى هذا التمرين الزحف، ويتطلب منك أن تمد ذراعيك وتتمسك بجانب حمام السباحة أو لوح السباحة. إذا كنت ثابتاً، حرك ساقاً واحدة للأعلى والأسفل، ثم كرر ذلك مع الساق الأخرى. تصبح الوضعية أفضل إذا ثنيت ساقيك قليلاً فقط في محاولة لتمديد قدمك، ولكن ينبغي عليك تحريك الفخذين فقط. هناك تمرين آخر يسمى سباحة الصدر، والقيام به يتطلب منك التمسك بلوح السباحة بيديك، ثم القيام بتمديد ساقيك إلى الخارج والعودة في اتجاهات مختلفة مع ثني الركبتين والدفع إلى الأمام. لا تشعر بالحرج إذا شعرت أنك تبدو كضفدع، فالمقصود من التمرين أن تبدو كذلك. رقم 5، تعلم استخدام ذراعيك. تهانينا، يمكنك الآن أن تستخدم ساقيك بثقة وبشكل متوازن. لقد تعديت هذه المرحلة، وحان الوقت للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستبين لك كيفية استخدام ذراعيك. لنعد إلى تمرين الزحف مرة أخرى. ابدأ بتمرين ساقيك باستخدام طريقة الزحف. في نفس الوقت ضع ذراعيك جنبا إلى جنب على الجذع، وابدأ برفعها فوق الماء لتكون نصف دائرة في الهواء. حاول أن تمد رأسك إلى الخلف قدر المستطاع. في الوقت الذي تعود فيه ذراعيك تحت الماء، ينبغي أن يرسم نصف دائرة على مستوى جسمك، ومن ثم يعودون إلى نقطة الانطلاق. تذكر أنه ينبغي أن تكون يداك ممتدتين إلى الخارج وأن تجدف في تسلسل. الآن التفت إلى الأمام وجدف باستخدام ذراعيك واحدة تلو الأخرى. يجب أن تمر بذراعيك تحت الماء في حركات نصف دائرية في كل مرة تعود إلى نقطة الانطلاق.
قم بالاستنشاق عندما ترتفع ذراعك إلى الهواء محولا رأسك في اتجاهها. ينبغي ألا تنسى تنسيق حركات ذراعيك وساقيك. إذا كنت تشعر بالثقة بما فيه الكفاية، يمكنك ممارسة سباحة الصدر. كيف تقوم بذلك؟ عندما تقوم بالدفع إلى الأمام بساقيك، قم بتمديد ذراعيك إلى الأمام كما لو كان سهما. بعد ذلك مد ذراعيك إلى الخارج في وقت واحد في حركة متناظرة نصف دائرية تجمع بينهما في منطقة الصدر، ثم أعدها مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق. النقطة المهمة أنه عندما تمدد ذراعيك إلى الخارج، ارفع رأسك فوق الماء وتنفس بعض الهواء. إذا كنت ما زلت لا تفضل شعور رأسك تحت الماء، من الممكن أن تسبح أو رأسك مرفوع دائما. رقم 6، ملامسة الماء والدوس عليه. عظيم، لابد أنك تشعر بأنك محترف الآن، ولكن لا تستعجل وتسبح عبر بحر البوسفور. لا يزال هناك نقاط أخرى تحتاج أن تتعلمها، مثل ملامسة الماء والدوس عليه عموديا. للقيام بذلك تحتاج إلى تحريك ساقيك كما هو الحال مع سباحة الصدر، وسحب المياه تحتك أثناء ذلك. قم بتمديد ذراعيك إلى الجانبين وكون حركات دائرية بهما، سيساعدك ذلك على العوم. النقطة المختلفة الأخرى هي ثني الساقين الممدودتين كما لو كنت تقود دراجة، مع انحناء الذراعين إلى المرفقين والتحرك في حركات دائرية بعيدا عن جسمك. رقم 7، تعلم السباحة تحت الماء. الآن يمكنك بلا شك التمتع بأي إجازة بالقرب من البحر على أكمل وجه، ولكن لا يزال هناك نقطة واحدة قد تجعل التجربة أكثر إثارة، وهي السباحة تحت الماء. كيف يمكنك الوصول لهذه الخطوة؟ قم بالغوص تحت الماء من المكان الذي تقف فيه. ضع ذراعيك أمامك على شكل سهم، ثم اسحب ذقنك للأسفل نحو صدرك ولكن لا تلمس. بعد ذلك قم بالدفع إلى الأمام قليلا في اتجاه نقطة ما أمامك. عندما تكون في الماء، يمكنك استخدام حركات الذراع من سباحة الصدر مع الدفع إلى الأمام في كل مرة تمد فيها ذراعيك إلى الخارج. يمكنك استخدام ساق واحدة في كل مرة في تسلسل كما تفعل في سباحة الصدر والزحف، أو التحرك مثل الدولفين في موجات. عند قيامك بتلك الوضعية، من الأفضل ارتداء الزعانف العوامة لأنها تساعد في هذا النمط من السباحة. نقطة مهمة، السلامة تأتي أولا. حسنا، يبدو أنك مستعد للذهاب إلى المياه الكبيرة الآن، ولكن لا تنسى أن السلامة تأتي أولا. إذا كنت تشعر بالألم أو الدوخة أو التشنجات، اخرج من الماء فورا. لا تقلد الآخرين في القفز من الجسر، فهذا الأمر يمكن أن يكون خطيرا للغاية. لا تسبح سوى على الشواطئ الرملية التي يتم صيانتها وفحص مياهها بانتظام، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها تيارات قوية وحيث يوجد فريق إنقاذ. وأخيرا، كما وعدنا بمكافأة، فهناك معلومة لا يعرفها الجميع على الرغم من أنه ينبغي على الجميع معرفتها. عند السباحة في البحر، فهناك خطر الوقوع في مد يأخذك بعيدا عن الشاطئ. في مثل هذه الحالة، من الأهمية عدم فقدان عقلك. لا تحاول مواجهة المد، لأن ذلك سيمتص جميع طاقتك ويجعلك بدون طاقة للوصول إلى الشاطئ. سوف يساعد كثيرا إذا بدأت في السيطرة على أنفاسك والتوقف عن الذعر، ومحاولة الاقتراب من الشاطئ عن طريق السباحة أولا بصورة موازية له، ثم شيئا فشيئا الاقتراب منه في حركة قطرية من المد. حسنا، هذا كل شيء. نتمنى أن تكون سباحتك آمنة وأن تستمتع بالماء. لا تنسى ضغط زر الإعجاب في أسفل الفيديو ونقر زر الاشتراك للانضمام إلينا في الجانب المشرق. لدينا الكثير من مقاطع الفيديو المفيدة والمثيرة لاهتمامك.